السلام عليكم، معكم مهدي المداوي، شاب مغربي من مدينة سيدي قاسم بقطر. وعندي بعض أسئلة هنا بخصوص الضجة اللي وقعت في مركب التمامة في مباراة ديال الجزائر مع منتخب قطر، بخصوص الشاب المغربي الذي كان وسط المدرجات الجزائرية وسط مشجعين جزائريين يشجعوا منتخب جزائري. عندي بعض أسئلة من مجلة سلطانة أجاوب عليهم. زعما شيقني أن فكرة تشجيع منتخب جزائري مباراة للجزائر منتخب الجزائر مع منتخب قطر كانت من باب تشجيع منتخب مغاربي، من نظرا لبعض نقاط معينة غادي نطرق لها في أسئلة قادمة. الحقيقة وأنا في مدرج ديال المشجعين الجزائريين تلاقيت مع مجموعة من المشجعين الجزائريين دون تحسيس بأي نقص، مقيدين بروح رياضية صافية. كيف ما كنقولوا مثلا المغربي فيما مشيتي كاين حجر وطوب، يعني كاين مشجعين جزائريين غادي يقدروا الجلسه اللي درتي بروح رياضيه صافيه، وكاين نوع ديال المشجعين ما غاديش يتقبلوا الجست، وكيبقى راي شخصي ديال اي واحد مفروض عليك تحترمه. يعني هذا ما كان، يعني هذا الشيء اللي كان في وسط المدرج الجزائري. رساله واضحه هي الرياضه اخلاق وعندها هدف واحد هو تقارب الشعوب والحضارات، وكيف ما كنعرفوا كاملين ان الشعب المغربي والشعب الجزائري شعب واحد بغض النظر عن الحساسيات اللي كاينه، ولكن كيبقى شعب واحد. كما كاينه واحد المقوله كنقولوا خاوه خاصها تطبق في كاع النواحي، خصوصا الرياضه وفي المدرجات وفي المكان، يعني هذا مكان. وكتبقى الرياضه هي منافسه الشريفه والترفيه، كيما كنقولوا لو ميور كي غاني، يعني هذا هو الهدف الواحد ديال التشجيع وديال الرياضه وما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. شيء عادي تقبل الداعمين ديال المبادره وتقبل حتى المنتقدين ديالها، حيت كيبقى راي شخصي يحترم وكيبقى على قناعات شخصيه ومستوى حضاري. وانا هادشي اللي درت هو من باعث من روح رياضيه مقتنع بها، وهذا هو الموضوع. نعم صحيح، والدي عنده أصول جزائرية، يعني أعمام ديالي عندهم أصول جزائرية، وجدي رحمه الله جزائري، يعني ترعرع بالجزائر ولكن عاش بالمغرب، هو مساهم للمقاومة وتعطاته الجنسية المغربية من السلطات الكبرى للمملكة المغربية. ما توقعش هاد الصورة غادي دير درجة كبيرة نهائيا، علاش؟ لأنني كنت كنتصرف تلقائيا وبحكم القصة ديالي مشيت نشجع المنتخب الجزائري بقلب مغربي، يعني خوتنا خاوة كيف ما كنقولوا. ولكن كيما كنقول أي حاجة عندها إيجابيات وسلبيات، يعني انتشار ديال هاد الصورة عندها انتقادات، والإيجابيات ديالها هو أنني قدرت نوصل رسالة كيما في هاد الفيديو هذا وفي هاد الأجوبة اللي جاوبت على هاد الأسئلة. فاش بالضبط فاش لعب المغرب والجزائر كنت كنشجع المنتخب المغربي بقوة، المنتخب المغربي بقوة في جميع المباريات اللي لعبوا في كأس العالم، وكيبقى شوية ديال الحظ كيلعب كما كنقولوا. واخا كان المنتخب المغربي من أقوى المنتخبات في كأس العرب، مع التصريح ديال المجموعة ديال الأشخاص دي زانترفيو بزاف ديال الأشياء، وكما قلت في كرة القدم كما كنعرفوا كاين رابح وخاسر. نتمنوا التوفيق للمنتخب الجزائري في فينال ديال العرب كاب مع منتخب تونسي، وهذا ما كان، يعني خاوة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.